يجب أن نفهم أن بداية الصراع أو التنبؤ بهذا الصراع السياسي القائم كان أمراً لا مفر منه. هذا الصراع اشتد الآن، اشتد بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي، حكومة حركة النهضة. بعد سقوط هذه الحكومة وأصبح الأمر بيد رئيس الجمهورية لتعيين الشخصية التي يراها الأكفأ، هنا انقلب الصراع وأصبحت مواجهة بين البرلمان من ناحية وبين قصر قرطاج وقصر القصبة من ناحية أخرى. الجولة الأولى من الصراع انتهت بإسقاط حكومة إلياس الفخفاخ، بتعيين هشام المشيشي واختيار حكومة تكنوقراط، أي حكومة غير حزبية. الآن اشتد الصراع، والجولة الثالثة من المعركة كانت يعني هي الجولة التي نحن في قلبها الآن، هي الأشد فتكا، أو هي التي سوف يكون لها ضحايا أكبر عدد. هو الصدام أساسا ما بيننا ما بين رئيس مجلس نواب الشعب رئيس حركة النهضة رشيد الغنوشي وما بين رئيس الدولة، هذا هو صراع على السيطرة على المجال السياسي، لأنه الآن فما زوج سلطات منتخبة، هي برلمان ورئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية تخلف في مواجهة مباشرة مع كل ما هو كلاسيك، كل ما هو تقليدي في المنظومة السياسية، وبالأساس مع حركة النهضة. وكان يعتقد أنه بتسميته الشيشي معناها كرئيس الحكومة أنه باش يكون أيضا يتحكم في الجهاز التنفيذي، لكن يبدو أنه صارت نوع من المفاهمات أو نوع من تحويل وجهة رئيس الحكومة من أنه يكون رئيس حكومة الرئيس إلى رئيس حكومة البرلمان أو رئيس حكومة الحزام السياسي للنهضة وقلب تونس والكرامة. هذا طبعا ما نجم من المنطقي أنه ما يقبلش به قيس سعيد، فأنه يحاول أنه يستعيد نفوذه وأنه يسيطر على الجهاز التنفيذي ويسيطر على رئيس الحكومة. وهنا جاءت المواجهة اللي صارت في الأيامات السابقة، معناها على خلفية التعيينات اللي صاروا في رئيس الحكومة. بالنسبة إلى حركة النهضة يعني التي كان لها الدور الأكبر في إسقاط إلياس الفخفاخ، كان التحدي هو إعادة سيناريو يوسف الشاهد. حركة النهضة تريد إعادة هذا السيناريو مع هشام المشيشي، أو رغبت بشدة في إعادة سيناريو هشام المشيشي، على اعتبار أنها تجلب هشام المشيشي إلى حضيرتها وتحدث شرخ أو صدع في علاقة هشام المشيشي عفواً برئيس الجمهورية، وهو ما حدث فعلاً. لا، هو صراع خطير، يعني احنا نكون متناسقين ما بين بعضنا، ما بين السلطات الكل والمؤسسات الكل، وشوف نمنع وشوف لا. معناها كي تشوف انت الازمه نتاع الكورونا، الازمه الاقتصاديه، الازمه الاجتماعيه، الازمه السياسيه الحاده اللي تمر بها البلاد، ما تحتملش معناها خلاف عميق ما بين خاصه رأسي السلطه التنفيذيه، لانه الخلاف ما بين رشد الغنوشي ورئيس البرلمان، رئيس البرلمان ورئيس الدوله تستنسنا به، يعني تعودنا به، ممكن ما يكونش عنده تداعيات على الأوضاع على الأرض. ولكن الخلاف ما بين رئيس الحكومة ورئيس رئيس الجمهورية باش يكون خطير، لأنه يتعلق بأمور تنفيذية وبتنازع صلاحيات بين هذا وذاك. وأعتقد أنه إذا كان لما تصير استهدأ بين طرفين ممكن تصير توصل إلى أمور لا تحمد عقباها. قد يقع رئيس الجمهورية في ذلك الخطأ الجسيم الذي ممكن أن تنجر عنه تنحيته دستوريا، لا سيما وأن قيس سعيد يتفاخر اليوم ب 64% من نوايا التصويت. وبما أن قيس سعيد أثبت أنه لم يكن ولا يؤمن بالمؤسسات ولا يحافظ على المؤسسات ولا يحافظ على هيبتها، مثل ما فعل مثلا في لقائه بالمشيشي يوم أمس، فيمكن أن ينجر عنه ذلك انزلاق إلى الشارع. وحين ينزلق الأمر إلى الشارع لن يبقى لا قيس سعيد ولا المشيشي ولا رشد الغنوشي أيضا. معركة سياسية تعيدنا إلى معركة داحس والغبراء والبسوس، يعني من أجل ناقة وكذا، يعني هذا هو التوصيف. يعني في نهاية الأمر ما هي أسباب هذه المعركة؟ ليس هناك سبب حقيقي للمعركة إلا أن ثمة فصيل أو قطيع سياسي في تونس أولوياته ليست الدولة أو ليست تونس أو ليس الوطن الجغرافي والوطن، يعني بالمفهوم الحديث للوطن، أولويات أخرى
تنظيم عالمي، أولويات التنظيم العالمي، المصالح الإقليمية، المصالح الدولية مقدمة على المصالح القطرية ومقدمة على الوطن. هذه المشكلة الأساسية الموجودة في تونس، وللأسف هذا الفصيل أو هذا القطيع السياسي هو الأشد تأثيرا وهو الأقوى تنظيما وهو الأقوى ماديا أيضا.